بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 2 ليسون A. تمام. يلا. اليونت اسمه Our Environment، يعني بيئتنا. Pollution يعني تلوث طبعا. Toxic Waste يعني المخلفات السامة أو الفضلات السامة. Wind Turbine Solar Panel Factory Refrigerator Wind Mill و Traffic Natural Resources Sustainable Development Renewable Resources Non-Renewable Resources. هي طبعا حاجات معانيها باينة. Renewable Resources الحاجات اللي بتتجدد زي الويند والسن، تمام، والووتر طبعا. Non-Renewable زي الكول والأويل والجاز، تمام. طيب ال environment wastes windmill pollution toxic waste coal wind generation recycle endanger use up. الفوكابلوري طبعا كله use up يعني يخلص او يستهلك. endanger يعني يخاطر. endanger اللي هي بالايه يعني يخاطر او يؤذي. ريسايكل يعيد تصنيع او تدوير. جينيريشن يعني جيل. ويند طبعا اللي هي الرياح وجمع ويندز. كول اللي هو الفحم. عرفنا ان توكسيك ووست يعني مخلفات سامه. بوليوشن يعني تلوث. ويندز ميل اللي هي طاحونه الهواء. ووست يعني فضلات. انفايرمنت يعني بيئه طبيعيه. تريز اشجار. اويل بترول. هابيتات يعني موطن او مسكن. electricity كهرباء. silver فضة. development يعني تنمية. forest غابة. disappear يعني يختفي. petrol بنزين. amount يعني كمية او مقدار. considered يعني يعتبر. needs يعني احتياجات. lake بحيرة. grass يعني عشب او حشائش. pump يضخ. cut down يقطع. discover يستكشف. extract يعني يستخرج. profitable يعني مفيد او مربح. solution يعني حل. public transport يعني نقل عام او مواصلات نقل عام. products منتجات. produce يعني ينتج. animal habitat يعني الموطن الطبيعي او مسكن الحيوان. traffic مرور. type نوع. humans البشر. save يعني امن. extinct يعني منقرض. enormous يعني ضخم. refrigerator يعني ثلاجة. problem طبعا مشكلة. sunlight يعني ضوء الشمس. important يعني هام. suggest يعني يقترح. عندي هنا الأفعال تصرفاتها. irregular verbs الأفعال غير منتظمة اللي هي بتنتهيش بإيدي. read في كله واحد خلاص. say said برضو واحد. grow grown have had cut. هنا عندنا تقريبا الافعال كلها متصرفه واحد. put take taken الباقي. get got found wear worn burn it make made leave left built الأبزط. appear عكسها disappear خلاص. natural عكسها artificial يعني صناعي. renewable عكسها non-renewable يعني غير متجددة. dangerous عكسها safe يعني آمن، تمام. profitable قلنا اللي هو مربح. unprofitable يعني غير مربح. extinct يعني منقرض أو مندثر. هننجز الأمور الأوبس بتاعتها. alive يعني لسه عايش. destroy يعني يدمر.
construct يعني ينشئ أو يبني، جيد good يعني جيد، bad يعني سيء. ال preposition sorry وال expressions use up يعني يخلص يستهلك. طبعا احنا كنا خدنا use بمية حاجة قبل كده، use بمعنى يستخدم، use to بمعنى يعتاد، فهنا use up يعني يستهلك أو ينفذ. pump out يعني يضخ، pump out قلنا يعني يضخ. cut down يقطع. in danger يعني في خطر. التانية كانت بالإي in danger، كلمة لازقة في بعضها اللي هي يخاطر، خلاص. لما in danger يعني في خطر، زي خطر الانقراض، خلاص. good for يعني حلو عشانك أو مفيد لكذا. bad for يعني وحش عشان كذا. late for متأخر عن كذا برضو. leave over أو leave over يعني يترك. ride a bike يعني يركب عجلة. have test يعني عنده امتحان أو لديه امتحان أو يختبر. wear uniform بيلبس زي موحد. make product يعني بيصنع منتج. go forever، go forever يعني بيخلص خالص، ينتهي إلى الأبد. solution to يعني حل حل. put up يعني يركب أو يشيد، تمام. هناخد الديالوج دي بسرعة. what are you reading بتقرا ايه؟ a book about the environment. it says we are reducing too much waste and using up the world natural resources like trees and oil. احنا بننتج مخلفات كتير جدا وبنخلص كمان الايه using up يعني بنستهلك او بنستنفذ ايه المصادر الطبيعية بتاعت natural resources بتاعت الايه العالم worlds زي trees والoil زي الغاز والاشجار. فبتقول له well couldn't we just plant more trees، واحنا ما نقدرش. couldn't we، واحنا ما نقدرش نزرع plant هنا بمعنى نزرع more trees اشجار اكتر. فقال لها ايه yes we could، احنا طبعا نقدر او لازم. but they would take a long time to grow، بياخد ايه وقت طويل عشان ينمو. and we couldn't plant more oil، بس ما نقدرش نزرع المزيد من البترول، تمام. فبتقول له what would happen if، ايه اللي هيحصل لو there were no more trees، ايه اللي هيحصل لو مبقاش في اشجار تاني. فبيقول لها we wouldn't have clean air، مش هيبقى عندنا clean air and paper products، وكمان مش هيبقى عندنا منتجات ورقية لان احنا بنستخدم بنصنع الورق من الاشجار. or wood to build with، ومفيش كمان اخشاب عشان نبني بيها او نعمل بيها حاجات خشبية. there wouldn't be any forests so lots of animal habitats would disappear، تمام، مش هيبقى فيه غابات. any forests so lots of animal، الكثير من الحيوانات او sorry animals habitats مواطن الحيوانات دي will disappear، هتختفي، تمام. بتقول what can we do، طب هنعرف نعمل ايه او نقدر نعمل ايه. قال لها the book says we should recycle more، الكتاب بيقول ان احنا لازم نعيد تدوير الحاجات اكتر ما نستهلكش بس، تمام. بيعرفني هنا natural resource ليها نوعين renewable و non-renewable. عرفنا ان renewable ده بتعاد تجديدها لوحدها زي ال wind وال sunlight وال water، وبمعنى اصح they are the forms of energy that can be used over and over again، نقدر نستخدمها مرات ومرات. طيب ال non-renewable زي ال forms of energy that can be used only once زي الكول والأويل والناتشرال جاز، تمام. جرامر هنا عندي وود وكود وشود. أول حاجة وود مبدئيا بيجي بعدها انفينيتيف، ولما بنفيها وودنت بيجي بعدها برضو انفينيتيف. وفي فورم تانية بيبقى وود بلس هاف بلس باست بارتيسيبل، تمام. هنشوفهم دلوقتي.
It used امتى؟ بنستخدمهم امتى؟ To talk about things that are possible or likely to happen in the future. يعني it is possible. حاجة طبيعي او ممكن انها تحصل in the future. تمام؟ مديني example هنا عن الحاجة اللي ممكن طبيعي او possible او likely انها بتحصل في المستقبل. Trees would take a long time to grow. طبيعي او منطقي او من الطبيعي حدوثه ان الشجر بياخد وقت طويل ان هو ينمو. Trees would take هنا ده infinitive زي ما قلنا. طيب تاني بنستخدمها في ايه would؟ To talk about repeated actions in the past. كاني بقول use to اتعودت اعمل كذا. خلاص repeated actions يعني حاجة كنت بتعود او متعود اعملها او بكررها على طول زمان. My mother would put me in the pram whenever we went shopping. خلاص my mother would put me هنا حاجة كانت زمان بتحصل عادة كانت بتحصل repeated action. زمان لما انا كنت طفل مامتي كانت بتحطني في البرام whenever عندما كنا بنروح فين شوبينج. تمام فانا حطيت would وبعدها infinitive برضو. طيب to make a wishes عشان نعمل امنيات حاجة كان ممكن كنت عايز اعملها. I wish people would take more care of the environment. امنية نفسي تتحقق خلاص. I wish people would take more care of the environment. في حاجة تانية برضو. It's the past tense of will and it's used in the repeated speech. بنستخدمها في الكلام اللي هو الغير مباشر. زي ما أقول he said هو كان بيقول كذا خلاص في the past tense. هي the past بتاعت will the past بتاعتها would. Okay. طيب وهنا مديني example. He said he would come the next month. هنا اللي اسمه reported speech بنقل الكلام عن حد كلام هنقول. وبتيجي كمان would في ايه in the second conditional to express possibility a wish or give advice. انا انصح حد او هتمنى لحد حاجة. ده ال second conditional بتاعت if بتاعت قاعدة if. اوكي If people walked more, there would be less traffic. هنا if في أول الجملة walked جت بعد if إيه walked الverb بتاعها إيه past simple. If كان الطبيعي اللي خدناه إن بيجي بعدها present خلاص. إنما دي second condition اللي هي if people walked لقيت past هنا فهحط في الثانية would وطبعا بيجي بعدها infinitive اللي هو be. خلاص if there were برضو هنا الباست بتاعت or if there were no trees there wouldn't be life. خلاص طبعا هنا نفي فبيكون هناك نفي. خلاص were no trees خلاص ف wouldn't be life. If I had money I would buy a car. had هي الباست بتاعت have فطبيعي حطيت الباست بتاع will اللي هو would. If I were you لو انا كنت انت I would get up early هستيقظ بدري. طيب هتكلم كمان معايا بود عن ايه to show that you wanted to do something in the past but you couldn't. انت ما قدرتش تعمله كنت عايز تعمل حاجة في الباست ما قدرتش تعملها. I would have gone هنا بقى دي ايه دي last form الباقي كان كل would plus past sorry would plus infinitive. هنا دي الصيغة بتاعت ال would plus have plus past participle وبتيجي في حالة ايه في حالة ان انا كنت عايز اعمل حاجة وما قدرتش اعملها in the past. I would have gone to bed early but I had to finish my homework. ما عرفتش اعملها كنت عايز اروح انام بدري بس ما قدرتش لان كان عندي homework. خلاص حاجة كنت عايز اعملها وما عرفتش اعملها. وكمان بتكلم to make a polite request عشان اعمل السؤال المؤدب او الطلب المؤدب. Would you open the door please? تمام.
to make offers عشان عايز اعرض على حد حاجة. Would you like some juice? Would you like some juice? The next هنا ال should. خلاص عرفنا ال use بتاعت ال would كانت ايه. ال should وال should سهلة جدا بمعنى يجب. انت يجب عليك ان تعمل كذا. ال use بتاعتها give advice. اول حاجة give advice in the present tense. في ال present tense بحط should. خلاص. They have a test tomorrow. They should study well. They have a test tomorrow. عندهم امتحان بكرة. They should study well. خلاص. You shouldn't eat a lot of sweets. It's bad for your teeth. Okay. يبقى أنا بنصح بقول أنت لازم تعمل كذا أو لا يجب أن تعمل كذا. خلاص. Should بمعنى يجب أو shouldn't بمعنى لا يجب. طيب. وبرضو بتعبر لي عن حدوث ان احنا ما كانش ينفع حاجة بمعنى يعني ما كانش ينفع الندم او يعني حاجة اللوم او يعني هنفهمها من الجملة. We shouldn't have cut down trees. ما كانش ينفع ان احنا نقطع الاشجار. تمام. اخر حاجة عندنا could و couldn't والاتنين بيجي معاهم infinitive. و could عاملة بالزبط زي could و should و would بيجوا في ثلاث صيغ زي بعض بالزبط. could plus infinitive, couldn't plus infinitive, و could plus have plus past participle. اخر حاجة could هنا بتيجي بمعنى expressibility and inability in the past. القدرة او عدم القدرة على حاجة في الماضي. زي كأني بقول was able to كان قادر على او was allowed to كان مسموح له كذا او was unable to ما كانش يقدر يعمل كذا. when I was 8 لما كان عندي 9 سوري 8 months 8 شهور I could sit up and crawl. كنت بقدر اقعد وازحف. تمام. لما كان عندي 8 شهور يبقى كود هنا جت بمعنى حاجة قدرة في الايه in the past. It was raining so we couldn't go out yesterday. امبارح كان الجو بيمطر عشان كده ما عرفناش نخرج. يبقى هنا ability or not ability in the past. خلاص. تاني يوز ليها to express dedication. dedication بمعنى انا بتوقع حاجة او بخمن I think or maybe حاجة ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. He is wearing a uniform. He could be a policeman. أنا شايف حد لابس uniform زي ما واحد كده. He could be هو ربما كأني بقول maybe a policeman. تمام. هو ممكن يكون policeman. He didn't come to school yesterday. ما جاش المدرسة امبارح. He could have been sick. He could have been sick. طيب يبقى احنا هنا could be هنا in the present. عرفت انها present ازاي؟ عشان he is wearing ده present. خلاص. هو طبعا هنا present continuous. خلاص. فحطيت could ومعها be. انما in the past he didn't come to school yesterday. He could have been sick. حطيت have been sick. خلاص. طيب. برضو في يوز تانية ليها to express suggestion. Why don't we ليه ما نعملش كده. We could plant more trees to reduce pollution. احنا لازم نزرع اشجار كتير عشان نقلل. ده suggest او اقتراح. We could plant more trees to reduce pollution. بس كده خلصنا الجمر بتاع الليسون ده. ان شاء الله السيشن اللي جاي هتبقى الاكسرسايز البراكتس. تمام. نقرا بسرعه كده الريد اند ليرن دي. بيتر ايتس ا لوت اوف سويتس. عايز نحط شودنت. بيتر شودنت ايت ا لوت اوف سويتس. انا ليه ما حطيتش هنا اس في الايت مع انه بيتر ده از هي. خلاص. فوق انا حاطه هي لان ده اسم present simple. تحت هنا بعد should or shouldn't بحط infinitive. قلتها في السيشن اللي فاتت وبرده اللي بقولها تاني. present simple غير الانفينيتيف. should shouldn't could couldn't
would wouldn't بيجي بعدها انفينيتيف الا اللي بيجي بعدها should have وباست بارتيسيبل. خلاص يبقى انا ما حطيتش ايتس هنا عشان بيتر بياخد انفينيتيف مع الشود. A lot of sweets. طيب another sentence. Annie ate sweets for breakfast and then she didn't feel well. طيب shouldn't. Shouldn't. Annie shouldn't have eaten. انا ليه حطيت هنا have ما قلتش shouldn't eat؟ عشان اللي فوق دي باست ate ate كلت. Annie shouldn't have eaten sweets for breakfast. The last اخر واحدة هناخدها. He is wearing a uniform. I think he is a policeman. عايزني احط كود اللي هي كنت بتوقع فيها dedication. He could be a policeman. Sorry. طبعا هو انا المفروض احط he is wearing a uniform. He could be a policeman. خلاص احط الجملة كاملة. تمام؟ بس كده ان شاء الله السيشن الجاي يبقى listen B on unit 2. تمام؟ بس كده شكرا.